السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة في فيديو شرح جديد لخاصية مهمة جدا بالنسبة لي وأكيد هتبقى بالنسبة لكم، هي خاصية الواي فاي بريدج. طيب تعالوا نشوف الأول الخاصية دي يعني عشان ما نطولش في الكلام على الناس اللي عايزة تعرف، اللي فاهمة الخاصية ونفسها تعرف بسرعة الخاصية دي بتفعل إزاي، وبعد كده نتكلم إيه مميزاتها للناس اللي ما كانش عندها فكرة قبل كده. طبعا أنا دلوقتي دخلت على السيتنج، بعد كده هندخل على اعدادات الوايرلس، بعد كده بندخل على اعدادات الهوت سبوت. تمام، هنلاقي عندنا خيارات كتير جدا. طبعا احنا عارفين الهوت سبوت العادية ان انا لو معايا نت داتا بفتح لاصحابي وبتاع والكلام ده طبعا ما بيحصلش. طيب ايه الواي فاي بريدج دي؟ واي فاي بريدج دي يا جماعة دي خاصية بتحول لك موبايلك لاكسس بوينت. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي عندك مثلا راوتر في البلكونة وحضرتك قاعد جوه خالص، للاسف النت بطيء، تمام، فمش عارف تشغل الشاشه السمارت بتاعتك ولا الريسيفر اللي بالنت، فبتقوم حاطط مثلا الموبايل في مكان وسط يكون لايت اشاره كويسه، وبتقوم داخل على الواي فاي بريدج دي. بتدخل اول حاجه على سيت اب واي فاي بريدج. طيب تكتب الاسم اللي حضرتك عايزه، الصراحه انا كاتب بلاك هاكر عشان خاطر اقلق الناس ان هم يهكروا الشبكه. ايه ده هاكر يا جماعه وبلاك، يا نهار اسود، فيقوموا ايه يبعدوا عن الشبكه دي خالص. طيب الباسورد بتاع حضرتك برضو بتكتبه زي ما انت عايز، 8 حروف او 8 ارقام او الاتنين مع بعض مش مشكله. بعد ما بتخلص ده بتدوس سيف، بعد كده تقوم مفعل ده وتمسك اي موبايل او الشاشه السمارت او اي حاجه تعمل سيرش في النتورك، هتلاقي على طول ظهر لك الاسم اللي حضرتك ايه اخترته كراوتر، يعني كشبكة راوتر. طيب فده من ناحية مهم، فهو مهم انا يعني الريسيفر بيشتغل بالنت جوه مش بيلقط الراوتر، وللأسف الشديد بيفضل يقطع، فده كان حل لو بتفرج على حاجة مهمة بسيب الموبايل في الصالة بيبعت لي الإشارة جوه كأني حاطط الراوتر بالظبط في الصالة. فأتمنى إن أنا أكون يا رب فدتكم بالشرح السريع ده، وأي استفسار معاكم في الكومنتات، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي على فكرة.